ارجع ارجع هون ولا منذر تصورش من هنا ده مكان بعيد تصورنا لا صور على السطح والله في سبعدان الزوم فيها شغال كمان عادي الكره السبعدين لا سيف على الكره السبعدين وتخرج
دكتور بسام و ميكرو سجاده
ليس مسموح. أبو خلف أبو خلف أبو خلف عيدهم كمان مرة عيدهم. اسمع أستاذ عيسى مروح مسكوت. طبعا هذه تحية من التلفزيون المصري للفن الكبير عبد الحميد الزمر. عبد الحميد الزمر معنا الحاج المشاوي الآن. أستاذ حسام المشاوي ممكن رأيك في المباراة؟ أستاذ حسام نشكر ضيوفنا الاعزاء على الحضور ونتمنى انه كان مهرجان جميل وكانت المباراه جيده. اثنين نشكر جمهورنا الحبيب على الاصوات وارجو بالحظ على نصف الواحد معهم. والان مع الاستاذ علي في الحفل الاستاذ محمد اسماعيل. فلتواجد خارج الملعب سمحتوا. وسط هذا الابتهاج ولأن الدولة لا تكون إلا بجماعة ولا جماعة إلا بأمير ولإدارتنا كلمتها في يوم الفصل والمدير المساعد الأستاذ عاطف جميل فلنتفضل مهجور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السادة أعضاء الهيئة التدريسية المحترمين، الطلبة الأعزاء، أيها الحفد الكريم، اسمحوا لي بداية أن أرحب بكم جميعا فردا فردا وأهديكم فارغ شكري وتقديري وسروري على ما بذلتموه من جهد وجد ومثابرة في هذا العام الدراسي. يسرني في هذا اليوم أن أوجه إليكم هذه الكلمة وأنا أرفع إلى الله سبحانه وتعالى آيات الشكر مثنيا عليه لآلائه حامدا له المنن شاكرا له النعم التي من الله علينا بها حيث يقول عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أيها الحمد الكريم ليس أبهج لنفسي من أن أكون بينكم اليوم أشاطركم فرحتكم بتكريم نخبة من الطلبة المتفوقين والمتميزين في الناحية العلمية والثقافية والرياضية والدينية والخلقية حيث أنني أزف لكم التهنئة القلبية الصادقة المفعمة بالدفء والمحبة والأمل طالعا إلى المولى عز وجل أن يوفقكم لتحقيق الأمل المعقود عليكم في خدمة أمتكم وأهليكم فأنتم الذكر والسند مثلما أنتم العدة والأمل. أعزائي الطلبة أيها الحفل الكريم إن هذا الموقف في هذه المناسبة المباركة يثير العديد من الخواطر والأفكار لعل من أهمها توجيه نظرة إلى المستقبل وأخرى إلى المستقبل. وفي هذا الصدد فإن عنصر الشباب وتلك الحلقة الذهبية التي تربط الماضي بالمستقبل أختم كلامي في هذه إليكم بمثل ما ابتدأتها في الإعراب عن سعادتي بكم جميعا وتهنئتي لجميع الطلاب الفائزين بالمسابقات والمتفوقين والمتميزين وشكري وتقديري لكل من شارك في هذا الحفل الكريم ممثلا بالمدير الفاضل السيد محمود أبو سرور وكذلك المعلمين وأخص بالذكر المعلم أحمد راجحة والمعلم محمد إسماعيل والمعلم محمد حسوني. ولا أنسى
المستقبل، فأنتم أهل الأدب والعلم والرزانة، بكم تنتظم الأجيال وتستقيم أمورهم، وبنصائحكم يصلح المجتمع، لا يستغني أحد عنكم ولا يوجد داف إلا منكم. عسى الله أن ينفعنا بكم جميعا ويسدد خطاكم، فسيروا على بركة الله، إنه نعم المولى ونعم النصير. وفي الختام، وكما تعلمون فإن حمد الله واجب على الجميع، وذلك بالتواضع لعظمته والتذلل لعزته والتحدث بنعمته. تولانا الله وإياكم يا معشر المربين بما يتولى به من سبق علمه بإسعاده وإرشاده، فإن ذلك إليه وبيده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً لحضرة المساعد أو مدير المساعد الأستاذ محمد على عطائه الكبير لمنحنا إياه قراءة المترجم، وشكر خاص به. بس اثنين، أشكر كل الحضور والمعلمين، وأشكر كل الأهالي اللي ساعدونا، وهذا الحفل نجاحه هو نجاح منكم، للجمهور اللي قاعد أولاً، والأهالي نزال ثانياً، والمعلمين لأنهم يستحقون هذا الاحتفال. وبخص الشكر للأستاذ عبد الله أبو نيل، أستاذ يوسف، أستاذ محمد حسوني، أستاذ فادي، أستاذ سامر، لأنهم معوا الدوري لبداية ونهاية، كانوا يحضروا كل مباراة. وبشكر أهالي الطلاب اللي حضروا اليوم، أستاذ هشام الفوادي، أستاذ سهيل الحفور، وجميع الأهالي، وشكرا لكم كلكم اللي ساعدتونا على نجاح هذا الاحتفال. الآن سنقوم بتسليم جوائز دوري كرة القدم للمرحلة الإعدادية، حيث سيقوم سنقوم الآن بتكريم أفضل لاعب في كل مباراة في دوري كرة القدم للمرحلة الإعدادية. استاذ صورك انت ولا افضل لاعب في مباراه التاسع باء والتاسع الف، كان لاعب طريق من التاسع باء. أفضل لاعب لمباراة التاسع دال والثامن باء، أفضل لاعب حمزة من الثامن باء، سائر من الثامن جيم، حمزة الخطيب من التاسع دال. متتابع. أفضل لاعب لمباراة الثامن دال والثامن جيم، سلطان النجم القادم من الزمالك. Thank you.
الجداوي عاش الجيل. أفضل لاعب في المباراة العاشر جيم العاشر باء العتيري العاشر باء. شكراً لكل الطلاب. أنا الآن مع هداف الدوري أفضل لاعب في الرياضي الأول أحمد سمير. أما الآن سنكرم أفضل رياضي مدرسة للعام الدراسي 2004-2005 مثل المدرسة لفريق كرة الطائرة وكان كابتن الفريق وحصل على المركز الثاني على مستوى المنطقة ومثل المدرسة لفريق كرة السلة وكان كابتن الفريق ومثل منتخب المنطقة لفريق كرة السلة وهو من القارة المتفوقين علميا والمميز في خلقه الذي جمع هذه الخصال هو الطالب مؤيد السيناوي. سيكونون من الرجال ان شاء الله. لا. طيب هذول بالترتيب. النجم القادم احمد فين. تخرج دائما الرياضيين وهذه المقولة تنطبق على العائلة الدين حيث أنه اللاعب علي هو نجم قادم سيكون عمود للمنتخبات الوطنية. Oh,